السلام عليكم ورحمة الله، هارمون يعطيكم العافية. هون راح نكمل شرح ليكتشر الإنزيمز اللي بلشنا فيه في الفيديو الماضي. الموضوع اللي راح نبلش حديثنا فيه اللي هو الميكانيزمز اوف انزيم اكشن. هلا لما الانزيم بده يشتغل في عندي اليتين او تو موديل بفسروا كيف الانزيم بيرتبط بالسبستريت وكيف يعطوني البرودكت. هلا اول موديل اللي هو الانديوست فيت موديل، والموديل الثاني اللي هو لوك اند كي موديل. اول واحد اللي هو الانديوست فيت موديل، هلا هذا الموديل لو يعني بدي اشبهه بقدر اشبهه بانه هاند وجلوفز. هلا الهاند هي بتمثل السبستريت والجلوفز هم الانزيم، تمام؟ فانا لما بدي البس في ايدي الجلوف انا راح اضل احرك ايدي واحرك الجلوف لحتى ايش، انه يكون خلص ركب ثبت تماما على ايدي، ويعني انه صار يعني ثابت تمام. فنفس الاشي هذا الموديل، هيك اللي راح يصير انه السبستريت حتحدث في حالها تغيير بسيط، والانزيم كمان حيحدث فيه تغييرات بسيطة، كله في سبيل انه اخر اشي يطلع عندي السبستريت مع الانزيم انهم يرتبطوا مع بعض بشكل يعني ثابت. فنلاحظ هون هذا الانزيم وهذا السبستريت وهذا عندنا الاكتيف سايت. بنلاحظ انه لما بلش بدهم يرتبطوا مع بعض يعطيني الانزيم سبستريت كومبلكس، بنلاحظ انه الانزيم غير في شكله شوي، بحيث انه هون هاي بالجهة من الاكتيف سايت صارت اكثر انحناء، والسبستريت ثبت منيح عليها، تمام؟ فانه عادي انه في هذا الموديل بحكي لك انه الانزيم يغير من شكله سلايتلي طبعا لحتى انه يرتبط ويصير بند مع السبستريت بشكلها الكامل يعني. اما بس يعني هاي هي كل المعلومة يعني عن هذا الموديل بالتحديد. ولما تغادر البرودكت الانزيم برجع الاكتيف سايد والانزيم لوضعه الطبيعي ولشكله الطبيعي. باللوك اند كي موديل، هذا الموديل بيحكي لك انه الانزيم بيكون كومبليمنتري تو كونفورشنال اوف ذا سبستريت. هلا مثل ما المفتاح كل قفل له مفتاح واحد بس بفتحه، ولما ادخله فيه بثبت تماما وبيكون يعني بكل اطرافه ثابت على اللوك، حيكون عندي نفس المبدا الانزيم مع السبستريت. هون بنلاحظ هذا السبستريت وهذا الانزيم، هاي الاكتيف سايت تبعه. بنلاحظ لما انه الشكل هون راح ينطبق تماما على الاكتيف سايت، فالانزيم سبستريت كومبلكس حيكون ايش، ثابت تماما. بعدين حيعطيني ايش البرودكت. بس بالمختصر هذول هم التو ميكانيزمز للانزيم اكشن. بدنا نحكي الموضوع الاخير في هذا الليكتشر اللي هو الفاكتورز اللي بيأثروا على نشاط الانزيم. عندي 6 فاكتورز بتأثر في نشاط الانزيم. اول اشي انزيم كونتراكشن، سبستريت كونتراكشن، التمبريتشر، هيدروجين ايون كونسنتريشن، البريزنس اوف اكتيفيتورز والبريزنس اوف انهبيتورز. هلا نبلش اول اشي تأثير الكونسنتريشن تبع الانزيم على الاكتيفيتي اله. كل ما زد في حال ثبتت طبعا العوامل الاخرى كاملة، كل ما زدت تركيز الانزيم حيزيد عندي ايش الريت او سرعة التفاعل بمعنى تاني. اذا الريت اوف رياكشن راح تزيد سرعته يعني directly proportional مع الانزيم contraction في حالة انه كانوا كل الكونديشنز الباقيين ثابتين. هلا لما انا احكي لك لما اضاعف كمية الانزيم في الرياكشن
كمية السبتريت اللي حتتحول لبرودكت حتتضاعف كمان، فكل ما ضاعفت حتتضاعف المواد الناتجة بمعنى من التفاعل. إذا أول عامل اللي هو الإنزيم كونتراكشن في حالة ثبات كل الكونديشنز الباقيات بيكون دايركتلي بروبورشنال، يعني علاقة ترديد. ثاني عامل اللي هو السبستريت كونسنتريشن. هلا السرعة للرياكشن المحفز انزيميا يعني الموجود معه انزيم بيكون ايش علاقة طردية مع تركيز السبستريت لنقطة معينة، يعني بيضل يزيد 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 لعند حد معين خلاص، بعديها ما رح يزيد اكتر من هيك وحيكون يعني زي ما نحكي انه يثبت السرعة. ليه؟ لانه في اشي بنسميه حالة الاشباع. هلا كل ما زادت السبستريت كونتراكشن حيزيد ارتباطها مع الانزيم، فبالتالي حيزيد سرعة المواد اللي بتطلع، يزيد سرعة المواد اللي بتطلع لحد ان الانزيم خلاص صار مشبع كامل في السبستريت. فلو شو انا ما زدت بعدين في الكونسنتريشن تبع السبستريت ما حيأثر ابدا ولا حيعطيني نتيجة ولا حيزيد. وهذا الحد او هاي النقطة اللي بتوصل عليها هي نفسها بنسميها الماكسيمم فيلوسيتي. اذا الماكسيمم فيلوسيتي هون الماكسيمم فيلوسيتي هي النقطة اللي فيها بيكون كل الانزيم يعني جزيئات الانزيم صارت او تحولت لانزيم سبستريت كومبلكس، اي بمعنى انه صار الانزيم مشبع كامل وارتبط الانزيم كامل بالسبستريت. فيعني هذا الماكسيمال ريت للرياكشن وصلته وما حوصل اعلى منه. هلا في عنا اشي اسمه ميشيلز كونستانت. هذا الثابت هو عبارة عن تركيز المواد المتفاعلة عند نص الماكسيمم فيلوسيتي للانزيم. يعني انا لما اوصل عند نص الماكسيمم فيلوسيتي يعني هيها اذا هون اذا في هاي الحالة خلص بوصل هون انه كلياتهم صاروا سبتريت انزيم كومبلكس، تمام؟ اذا هون في هاي الحالة وصلت لها خلص بعدين ما حيزيد حكينا انه هاي الماكسيمم فيلوسيتي وهاي اسرع اكتر اشي ممكن اوصل اليه. لكن في عندي ثابت، هذا الثابت اللي هو عند نص هاي القيمة او نص هاي الكمية، اللهم صل على سيدنا محمد، هي نفسها كم شو هي بالضبط؟ اللهم صل على سيدنا محمد، هي سبستريت كونتراكشن عند نص الماكسيمم فيلوسيتي. طبعا لكل انزيم هي ثابته، يعني كل انزيم في له ميشيلز كونستانت خاص فيه وثابت بالنسبه له، تمام. هيا هون النقطه هاي هي اللي مسميها ميشيلز كونستانت في عند نص الماكسيمم فيلوسيتي. بدنا نحكي الخصائص هذا هاي القيمة الثابتة. هلا هاي القيمة مثل ما حكينا ومثل ما عرفناها انه هي عبارة عن تركيز الكونسنتريشن للسبستريت لايش او يعني وين عند نص الماكسيمم فيلوسيتي، تمام. فهاي القيمة ثابتة لكل انزيم ولكل بارتيكولار سبستريت، وهي بتعكس الافينيتي يعني للانزيم، مدى التقارب او يعني ارتباط الانزيم مع السبستريت، الافينيتي اوف ذا انزيم فور ذا سبستريت، تمام. هون بحكي لك انه عند هذا التركيز 50% من جزيئات الانزيم بتكون ارتبطت بالمادة المتفاعلة. يعني هاي القيمة لما اكون عرفتها او معرفتي عنها هذا برمز الى انه 50% من جزيئات الانزيم صارت مرتبطة مع المادة المتفاعلة. طبعا بدنا نعرف انها هي ما بتتغير حتى لو انا غيرت تركيز الانزيم نفسه، هي لها علاقة في تركيز السبستريت وليس تركيز الانزيم.
هلا بعطينا مقارنة بين الانزيم اللي له سمول كي ام، الكي ام هي نفسها اختصار او الرمز للميشيلز كونستانت، او اذا كانت لارج كي ام. خلينا نعملها جدول هون ونشوف شو. small وهي هون large. ايش هي ال small وال large؟ انا قصدي عنها اللي هي ال KM. ال KM هلا في كانت في حال كانت slow او منخفضة حتكون ال affinity لا الانزيم اكتر. كيف يعني؟ يعني انه انا اذا وصلت هلا يعني وصلت لعند لهذا الثابت، يعني بمعنى انه نص كمية الانزيم ارتبطت مع السبستريت بوقت اقل او بشكل اسرع، هذا معناها انه الافينيتي بين الانزيم والسبستريت مالها انها مرتفعة. خلينا نغير لون، انه في عندي هاي ايش افينيتي. بينما لو كانت القيمة قيمة هذا الثابت كبيرة واحتجت وقت أطول لحتى أوصل لعند هاي القيمة اللي هي تركيز السبستريت في نص الماكسيمم فيلوسيتي، معناها في عندي لو أفينيتي. بالنسبة للكونسنتريشن يعني تركيز المادة المتفاعلة اللي أنا بحتاجها لحتى إنه يصير نص الإنزيم مشبع، في حالة كانت قيمتها كبيرة معناها أنا بدي كمية كبيرة من بدي كمية كبيرة من شو؟ من يعني بدي أخلي تركيز الكونسنتريشن، هاي بدي أختصرها بس، أوف سبستريت بدي يكون عالي. تمام؟ ليه؟ لأنه طول أصلا لحتى وصل يعني لعند هاي المرحلة، فأنا رح يكون اكيد تركيز عالي، لهيك طول او يعني اخذ وقت اكثر. سبستريت كانت قلتها فهي اخذت وقت اطول لحتى توصل ل هاي الكي ام. بينما في لما تكون سمول بدي اكون يعني عادي، لو الكونسنتريشن منخفض حنوصل الها بشكل اسرع. نرجع على الشكل، خلينا نشرح هون، لا مش واضحة هون، نرجع. هاي هي قيمة الكي ام في حالة كانت كبيرة، يعني مثلا نعتبر انها كانت هون. خلينا نستخدم في حالة اعتبرت انه الكي ام كانت هون، تمام؟ فمعناها الافينيتي حتكون قليلة، يعني مثلا نعتبرها انها هون كانت، الافينيتي حتكون قليلة، بينما تركيز المادة هذا السبستريت اللي انا محتاجه لحتى اخلي نص هذا الانزيم يصير مشبع احتاج اكثر. هاي مبين تطلعوا كيف هلقد. بينما لو اعتبرت انه هون هي القيمة تاعت ال KM في حالة يعني انه كان في عندي small KM، فمعناها الافينيتي حتكون الافينيتي عالية، لكن concentration of substrate حتكون اقل. آسف، خلينا نكمل على السريع. رح أرجع أستخدم البين هنا. هلا لو اعتبرنا إنه هاي small KM، ولو اعتبرنا إنه القيمة الثانية هون، تمام؟ في أول مرة كمية ال concentration تبع ال substrate اللي احتجته لحتى أنا أوصل لعند ال يعني ال كي ام
كانت أقل من لما كانت إيش أكبر قيمتها، تمام؟ لاحظتوا كيف؟ يعني هنا كانت أكبر كمية الـ concentration of substrate اللي بحتاجها لحتى أشبع نص كمية الإنزيم، وهنا كانت أقل. بينما الـ affinity بتكون في الحالة هون small، وهون قصدي سوري بتكون عالية. ليه؟ لأنه أنا الـ concentration بحتاجته قليل، فمباشرة وصلت لأشبعت نص الإنزيم. بينما الـ affinity في هاي الحالة بتكون أكبر. إن شاء الله تكون وصلت. يعني معطيني مثال إنه الهيكسوكاينيز هو مور أكتيف من الجلوكوكاينيز، تمام؟ بحكي لك إنه كمية الجلوكوز اللي هي السبستريت يعني اللي أنا بحتاجها لحتى أكون نص الماكسيمم فيلوسيتي في حالة الهيكسوكاينيز هي أقل من حالة الجلوكوكاينيز، تمام؟ فبتكون الكي ام للهيكسوكاينيز أقل من الجلوكوكاينيز. كيف يعني؟ مثلا ممكن يعني تجيب لنا سؤال تحكي لنا انه الكي ام للهيكسوكاينيز اقل من الجلوكوكاينيز، وعلى اساسها انا بدي احدد اي وحده فيهم انا بحتاج كونسنتريشن من السبستريت اكثر او اقل. فاكيد طبيعي الماده اللي لها كي ام اعلى بدها هاي كونسنتريشن، تمام؟ والماده اللي بدها كي ام اقل هي بدها تكون low concentration، فطبيعي الهيكسوكاينيز تكون less than glucokinase، تمام؟ وصلت الفكرة؟ إن شاء الله إنه تكون تمام. هذا نفس الموضوع. هلأ ثالث عامل من العوامل اللي بتأثر في الإنزيم اللي هي temperature. هلأ بتزيد يعني في عندي حالتين، يا ممكن تزيد درجة الحرارة قصدي سوري الفيلوسيتي مع التمبريتشر، او ممكن تقل هاي الفيلوسيتي لما يعني ترتفع درجة الحرارة. بدنا نشوف الحالتين. في الحالة الاولى لما تزيد الفيلوسيتي يعني انه اللهم صل على محمد الريت للانزيم انزيم كنترول رياكشنز، يعني انه الريت للرياكشنز اللي موجود معه الانزيم بيزيد مع زيادة درجة الحرارة، بس لعند ليميت معين، يعني مش ما بيضل يزيد إلى ما لا نهاية، لا بيضل يزيد لعند certain limit. فعند وضع معين بيصير الإنزيم يشتغل أو إنه يعطي أفضل ما عنده، يكون يعطيني الماكسيمم ريت عند درجة حرارة معينة. فلكل إنزيم درجة حرارة معينة عندها بعطيني الماكسيمم ريت لإله. هاي الحرارة اللي عندها بيكون الإنزيم في أفضل حالاته وأكثر قمة نشاطه، يعني اللي هي بنسميها الأوبتيمم تيمبريتشر. بحكي لك إنه الإنزيمز اللي في جسمنا الأوبتيمم تيمبريتشر إلها 37 درجة، وإحنا طبيعياً يعني جسمنا بالليمت 37 هي النورمال، فهي اللي حتى يكون الإنزيمات اللي بجسمنا بيشتغلوا بأفضل طريقة. هلا The temperature at which a maximum amount of substrate is converted to product per unit time هاي هي الـ optimum temperature. هذا تعريف الـ optimum temperature، هي يعني درجة الحرارة اللي بتكون عندها الـ maximum amount من substrate تحولت لـ product في وحدة الزمن. هلا لما تكون درجة الحرارة صفر حيكون الإنزيم مش نشط، هذا بدنا نكون عارفينه. فدرجة سرعة التفاعل حتزيد مع زيادة درجة الحرارة لحد ما توصل للماكسيمم فيلوسيتي. فبالعادة أو إنه الفيلوسيتي حتزيد تقريبا الضعف لكل 10 درجات، يعني كل ما أنا أزيد درجة 10 درجات سيليسيوس حتتضاعف الفيلوسيتي مرة واحدة. لو صارت الحرارة زدت الحرارة بمقدار 20 درجة، درجة سيليسيوس يعني حتضاعف مرتين وهيك يعني. هلا الحالة الثانية اللي هو انه يقل الفيلوسيتي لما ارفع درجة الحرارة. هلا اذا رفعت درجة الحرارة في بعض الرياكشنز حيصير لها ديكريز، يعني ما حت يزيد سرعتها زي ما في الحالة الاولى. هذا معنى انه التمبريتشر بتعمل دي ناتوريشن للانزيم، يعني انها
تخلي الانزيم يتحلل يتفكك ويصير ان اكتف، او انه الاكتيفيتي للانزيم تقل، مش شرط انه يصير ان اكتف. فهذا في بعض الحالات انه ارتفاع درجة الحرارة رح يعمل عندي دي ناتوريشن للانزيم، وهذا ببين لي هون انه كيف بتكون بتزداد درجة الحرارة مع سوري تزداد سرعة التفاعل اللي رياكشن ريت مع الحرارة لعند certain limit، او لعند ما نوصل لإشي اسمه الاوبتيمم temperature اللي هي عندها بيكون في عندي اقصى او اكتر سرعة اللي هي maximum rate بيكون عندها. بعدين في حالة الزيادة صارت اكتر من هيك حيصير رد فعل عكسي، وانها تصير الفيلوسيتي تنقص ويصير عندي denaturation للانزيم. هذا هو باختصار. رابع عامل اللي هو الـ pH. هلا الـ pH بيأثر على ايش؟ بيأثر على الـ ionization of the active site. بيأثر على الـ active site. على الـ pH له علاقة بـ concentration الأيونات الهيدروجين مثل ما احنا بنعرف، فهي بتأثر على السرعة. الـ optimal pH للـ enzyme activity هو لما يكون يعني الانزيم عند هذا الـ pH يكون بيشتغل افضل ما عنده، وطبعا بيختلف من انزيم لانزيم، فبسميها optimal pH. زي ما حكينا قبل شوي انه في عندي optimum temperature هي افضل درجة حرارة، او عند هاي درجة حرارة بيكون في عندي maximum rate للتفاعل او لعمل الانزيم. نفس الاشي في عندي في الـ pH، بيكون في عندي optimal pH اللي عندها بتزيد الـ rate او الاكتيفيتي للانزيم وبتعطيني الماكسيمم. اذا زادت طبعا او قلت عن هاي الليمت المحدوده لل pH يعني راح تتغير الايونيك ستيت للانزيم ولا السبستريت، والاثنين راح ياثروا على الرياكشن وخلوا انه يقل. تمام، في حالة زاد أو نقص الـ pH راح تتغير الـ ionic state للاثنين، للإنزيم وللسبستريت، وبالتالي حيقل الـ rate of reaction. هلا بدنا نعرف شو تأثير الـ pH على الـ enzyme denaturation. هلا لما يصير في عندي extremes للـ pH هذا الإشي ممكن يؤدي كمان إنه يصير عندي denaturation للإنزيم، لأنه الـ structure حيكون يعني الستركتشر تبع الانزيم بيكون بيعتمد على الايونيك كاركتر للامينو اسيد سايد تشين الموجوده حكينا وين عند الواصل محمد عند الاكتيف سايت. فزياده او الاكستريمز في البي اتش حتعمل ديناتوريشن للانزيم وتخرب لي كل شيء. يعني هلا بحكي لك يوجوالي انه الاوبتيمم بي اتش هي بين 6 و 8، يعني لا الوسط له حمضي كثير ولا هو قاعد كثير، متعادل نقدر نوصفه. مش متعادل 100%. معطينا أمثلة إنه بنكارياتيك إنزيم اللي هو التريبسين البي اتش تبعه الأوبتيمم تبعه 8، بينما بعضهم أو أشياء تانية إنزيمات تانية مثل البيبسين اللي هو هذا دايجستيف إنزيم موجود في الاستومك، ماكسيمم اللو ان البي اتش يكون 2. تمام، فيعني انه بيختلف هذا الاوبتيمال بي اتش اوبتيمال بي اتش بين انزيم لانزيم ثاني. هاي مثل ما بنلاحظ انه عندي الانزيم اكتيفيتي بتزيد لعند ما يوصل للاوبتيمال بي اتش اللي هي الماكسيمم اكتيفيتي. مبين انه هون المثال اللي طرحه اللي هو التريبسين والبيبسين، البيبسين عند 2 تقريبا بكون هي الاوبتيمال بي اتش او اللي هو ماكسيمم اكتيفيتي له، اما التريبسين عند 8 تقريبا هو اعلى اشي بالنسبه لي. اخر اشي رح نحكي عنه اللي هو انه يكون في عندي انزيم اكتيفيتورز وجودهم بنشط عندي الانزيم، فانه في عندي certain substances بحتاجهم الانزيم لحتى يصير اكتيفيتد، وهم بنقسموا لشغلتين الانورجانيك ايونز والنوع الثاني رح نحكي عنه كمان شوي.
هلا بحكي لك انه في بعض الانزيمات لما يكون موجود معها ان اورجانيك ايونز حتصير الاكتيفيتي تبعتها اكبر، فيعني الانزيم رح يصير يبين هاير اكتيفيتي، تمام، او يعطيني هاير اكتيفيتي. مثال عليها ايونات الكلور لما اضيفها السليفري اميليز رح تعمل له اكتيفيتد وتخليه هاير اكتيفيتي. الكالسيوم ايونز رح تعمل اكتيفيت للليبيزز. تاني طريقة من الاكتيفيشن اني انا اعمل اكتيفيشن للانزيم عن طريق اني انا بحول الان اكتيف انزيم برو انزيم اللي هو اسمه الثاني، لما الانزيم ما يكون اكتيف بنحكي عنه زايموجين. هلا اني هذا الانزيم اللي ان اكتيف احوله لاكتيف انزيم. معطيني مثال على اساس شرح لي كيف طريقة اني احول من ان اكتيف لاكتيف. هلا لو بدي اوصل للاكتيف تريبسين، تمام، بدي اجي اعمل سبليتنج للسنجل بيبتايد بوند، بعدين بدي اشيل البولي بيبتايد الصغيرة من التريبسينوجين. فلما اعمل هدول الشغلتين للتريبسينوجين رح يعطوني الاكتيف تريبسين، وبنفس الطريقة رح التريبسين يعمل اكتيفيت للكيمو تريبسينوجين، تمام. اذا التريبسينوجين لو عملت له سبليتنج للسنجل بيبتايد بوند بعدين شلت السمول بولي بيبتايد منه هيعطيني اكتيف تريبسين. بنفس الطريقه لو جبت التريبسين عملت له سبليتنج للسنجل بيبتايد بوند بعدين شلت البولي بيبتايد منه هيعطيني ايش، او يعمل اكتيفيت للكيمو تريبسينوجين. معطيني حكي لي انه الاتش سي ال بيعمل اكتيفيشن للبيبسينوجين وبخليه يصير بيبسين. يعني الـHCl هي مادة هتعمل أو تساعد على إنها تعمل تحويل للبيبسينوجين للبيبسين. بيلي سولز راح تعمل اكتيفيت للبنكرياتيك لايباز انزيم، وهذا باختصار كل اللي راح نحكي عنه في هذا الفيديو. وبالنسبة للإنزيم إنهيبيتورز إذا هدول كانوا الأكتيفيتورز فأكيد في للإنزيمز انهبيتورز، بس رح نتعرف عليهم بالفيديو اللي بعده. ويعطيكم ألف عافية وبالتوفيق جميعاً.